لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. استاذ طارق، احنا رصدنا سؤال واحد. كويس، المايك والدنيا حلوه. انت معاك المايك؟ معانا النجم طبعا الاستاذ كريم عبد العزيز. بقول لك مين؟ طيب انت مين؟ حسين الجندي، مراسل انسايدر بالعربي وصحفي في جريده الدستور. بقول لك مبروك، تستاهل التكريم. كل سنه نتمنى نشوفك مكرم باعمال مهمه. سؤالي خاص بالاعمال الدينيه والاعمال التاريخيه. بنشوف دايما اعمالك كلها بتتكلف ملايين وبنشوف الانتاج ضخم، بس ليه ما بنشوفش ده وبنشوفش كريم في عمل ديني او عمل له علاقه بالتاريخ، التاريخ المصري او التاريخ الفرعوني والكلام ده كله؟ وشكرا لينا، وبقول لك مليون مبروك وتحيه للاستاذ طارق الشمال. شكرا جدا لحضرتك، الله يبارك فيك. ما تعرضش عليا، يعني ما تعرضش عليا فيلم ديني او فيلم تاريخي. فيلم كده وكل فيلم تاريخي كده تصوره بعد اذنكم يا جماعه، على مصر 19 والانجليز والاستعمار وزغزغون، وصلنا في تاريخي جدا. لكن تاريخي لحضرتك بوصفه. يلا ما تعرضش عليا الى الان لا ديني ولا تاريخي، لو تعرض هعمله فورا. انا اسمي عبير عزت، منصه كلمه صحفيه بمنصه كلمتنا. اول حاجه ببارك لك على الجايزه. تاني حاجه، اول سؤال، لو في شكل فني استاذ كريم عبد العزيز ما عملوش هيبقى ايه؟ وهل الفن هو اللي بيأثر على ثقافه المجتمع ولا العكس؟ الدور اللي انا يعني متهيألي ما عملتش فيلن لحد دلوقتي، ما عملتش شخصيه شريره، متهيألي يعني ما عملتش الشخصيه الشريره، في الشخصيه الشريره بجد، يعني مش اللي بتطهر في الاخر، اللي تكرهيها وتخافي منها. وايه التاني؟ معلش، الفن هو اللي بيأثر طبعا. الفن اللي بيأثر على المجتمع ولا فكر المجتمع هو اللي بيأثر على اختيار العمل الفني؟ بص، هو في الاخر الفن هو، انت بتتكلمي على مرآة مجتمع، بتتكلمي، ما فيش فن ما بينقلش الدولة، المجتمع اللي هو فيه بأزماته بمشاكله، بس بينقله بنوع من يعني التنوير، التوعية، بتنقليه برؤية فنية اكبر. لكن انت واخدة من الشارع اكيد كل